يعني أنت ذكرت الصليب هو طبعا عقاب رهيب جدا، وبعتقد أن الرومان طوروا فكرة الصلب باستخدام المسامير تمام، والتعليق إلى آخره. بدأها الفرس وطوروها الرومان. أيوة، فالفكرة يعني صعبة جدا، مشان هيك مش مهضومة وغير مستساغة لغير المسيحيين. طيب يعني الله كيف بيسمح لابنه يموت على الصليب؟ شو ردك؟ لأنها مرتبطة بالعار، مش بس مرتبطة بالعار، مرتبطة باللعنة، ملعون كل من علق على على خشبة. خشبة. إذا كان المسيح هو الذي ارتضى أن يتخذ من هذا الصليب معبرا لكي يحقق المشيئة الأزلية وهي استحضار الكنيسة، ويحقق المشيئة الأزلية وهي تمجيد الله الآب عشان الله يتمجد من خلال الصليب، وكان المسيح من خلال الصليب مجهز اللي بعد كده، ما هو اللي بعد كده؟ ما هي النتيجة؟ القيامة. فإن الإنجيل الذي كرز به بولس في كورنثوس الأولى 15 أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام. إذن مهما كان الصليب من عقوبة، من عار، من لعنة، فهو يتكلم عن محبة المسيح الفائقة المعرفة التي ظهرت عند الصليب، لكن كان يجهز لما يمكن أن يعوضه عن لعنة الصليب وعن آلام الصليب، وهي القيامة واستحضار الكنيسة، فيرى من تعب نفسه ويشبع.